في الفترة اللي بعد سبي بابل، وتاريخ القرن تاريخ الألف سنة اللي قبل المسيح يعتبر أهم حدث فيها هو سبي بابل. يعني كل المؤرخين يقولوا قبل السبي وبعد السبي، من كتر ما سبي بابل ده اللي في القرن السادس اللي هي 600 يعني ودخلت على 500 كانت الفترة الهامة قوي في تاريخ الشعب، انه ربنا بيأدبه، وحصل طبعا انهيار للشعب اليهودي تماما. فالتاريخ بيبصله ما قبل وما بعد السبي، حتى الانبياء في تقسيمهم يقولوا اشعياء مثلا قبل سبي بابل، ملاخي بعد سبي، وهكذا. زكريا ولد اثناء السبي، فولد هو نفسه مزبي، وبعدين رجع ضمن الفوج الراجع من المزبيين، ولما كبر شوية جات له النبوءة فصار نبي للشعب اليهودي يتنبأ بأنه ربنا بيحب أورشليم وهيعمر، لأنه لما رجعوا لقوا أورشليم دي خربانة تماما بعد 70 سنة من السبي، بقت زي البلد المهجورة، الناس كلها هجت وراحت للقرى وبقت ايه مرتع كده للحيوانات تدخل وتطلع، بعد ما كانت اورشليم دي رمز للبلاد الغنيه وفيها قصور وفيها عز وفيها كده. زكريا الكلمه معناها الله يذكر، فهو نفسه باسمه زي اغلب الانبياء كان بيدل على محتوى رسالته، الله يذكر وعده، لان ربنا كان واعد انه يأدب ويرجع تاني ايه يصلح الشعب ويرجع تاني يدي الرحمة بعد ما أظهر غضبه بسبب شر الناس. زكريا أيضا نبي الرؤى، يعني في مجموعة رؤى، شاف المسيح في مجده أكتر من مرة، شاف المسيح حواليه جيش من الملائكة بيحكموا الأرض أو بيتابعوا اللي بيحصل، شاف إزاي ربنا بيأدب الشعوب اللي أدبت الشعب اليهودي لأنها كلها شعوب وثنية، شاف مستقبل الكنيسة أورشليم ازاي هتبقى عمرانة والمسيح نفسه زي نار في وسطها، شاف الكهنوت الجديد اللي في المسيح ممثل في الكاهن اللي كان عايش في ايامه يهوشع الراجل الطيب اللي شافه الشيطان بيحاربه والملاك بيشفع فيه، ولبس اللبس الجديد المنور بتاع مجد العهد الجديد، وهكذا سلسلة من الرؤى. الرؤى يعني شاف حاجة زي الحلم بتقول رسالة، والرسالة واضحة معزية، عشان كده سميناه نبي الرجاء، لأن أغلب الرسائل اللي جاية فيها كلها رسائل مشجعة، على عكس مثلا اللي درسوا معانا أرميا، بسبب أن أرميا كان في الحقبة اللي قبلها كانت أغلب الرسائل الروحية اللي بيقولها أرميا رسائل فيها تهديد أو وعيد أنه كفاياكوا شر لأحسن الأيام اللي جاية صعبة، فكانت أرميا أغلب رسائله تميل لكده، ومع كده الناس مخافتش للأسف وما تابتش. أما زكريا فكان أغلب كلامه يميل في اتجاه الرجاء. ما فاتت وتسابونا لقى درس معاكم إصحاح 7، وكان في تساؤل يعني ساذج شوي حوالين الصيام. ليه؟ الناس لما تأدبت بدأت صيام مرتبط بالسبي، لما عوقبوا بالسبي يعني شافوا الجماعة الكلدانيين خدوا بلادهم وتزلوا ومات منهم شباب كتير، فبدأوا يصوموا زي يزودوا على الصيامات شهرين. فلما السبي خلص أو ابتدى يخلص والناس بترجع، فراحوا سألوا هو الصيامات دي تقف ولا ما تقفش، على اعتبار أنه السبب اللي ابتدوا بيه الصيام بطل خلاص، الناس ابتدت ترجع من السبي، والرجوع من السبي كان أقرب للمعجزة زي ما حكينا قبل كده، كان مستحيل يرجعوا من السبي إلا أن ربنا يعني حرك قلب ملك فارس كورش وأطلق سراح اليهود وقال لهم ارجعوا بلادكم، اللي عاوز يرجع يعمر يرجع، على عكس توقعات كل الناس يعني. فبما أن السبي ابتدى يخلص ابتدوا يسألوا السؤال، فربنا ما جاوبش على السؤال بسرعة زي ما حكى أبونا، إنما الأول قال لهم أنتوا لسه مش فاهمين إن أنا بحبكم، ده بقى موضوع كلام، أنا بحبكم ولما صمتم أنا ما استفدتش حاجة، الصوم ده ليكم،
انتوا اللي بتستفيدوا. الصوم ده توبة، الصوم ده انت اللي بتتنقى فيه. هل ربنا كسب وفر اكل مثلا؟ ربنا طب ربنا استفاد ايه؟ وبرضه في نبوءات اخرى يقول لك حتى لو صليت، هو ربنا كسب ايه من ناحية المكسب؟ لان ده تفكير وثني شوي، ان ربنا كسب من صلاتك او كسب من صيامك. هو ربنا كإله لا يحتاجش حاجة، لا يحتاج حد يصوم ولا يصلي، انما مين اللي محتاج؟ البني آدم هو اللي محتاج يصلي ويصوم عشان يتنق ويرجع لربنا. فالسؤال معناه ان هم ابتدوا يفكروا بطريقة الفصال. والحكاية دي مناسبة في الجيل ده، لان تلاحظوا ان في ناس كتيرة تطلع تفاصل. هو لازم نصوم الصيام كله؟ طب ينفع ناكل كذا؟ طب ما ينفعش نبتدي من نصه؟ طب ما نيجي من اخره؟ وبعدين في القداس هو ايه اقل فترة ممكن اوجدها في القداس عشان اتناول؟ والسؤال اساسا يدل على ان الموضوع ده خلينه دخلة مش مظبوطة. لان لو كانت الحكاية حب انت بتقدمها من قلبك، ما كانتش هتدخل في الفصال ده. يعني في واحد بيحب ربنا، فمش هيقعد يفكر يعني هيتكلف قد ايه عشان ربنا، هو نفسه يقدم حاجة لربنا. فما بيزعلش ان الحكايات يعني مرهقة شوية، ده اقل حاجة. لكن اللي يبتدي يفاصل كتير معناها يعني الحب بتاعه عاوز يتراجع عليه. ندخل في اصحاح 8، انتوا قطعتوا فيه شوط لكن هقرا الجزء الاولاني منه. انما السؤال لسه هيتجاوب في اصحاح 8، حكاية الرد النهائي على موضوع يكملوا صيام ولا ما يكملوش ده. كان كلام رب الجنود قائلا، الاصحاح ده بالذات يتميز انه كل سطرين ثلاثة يقول ربنا بيقول، ربنا بيقول، ربنا بيقول. ودي جميلة في زكريا انه ما بيقولش حاجة من دماغه، كل جملتين كأنها رسالة جديدة. فالراجل بيتكلم بكلام ربنا وبينسب كل الكلام ده ربنا. ودي عظمة اي انسان نبي، يعني انه زي ما قال القديس بطرس، من يتكلم فكأقوال الله. الواحد ما يقولش من دماغه. يعني كان كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، غرت على صهيون غير عظيمة. ربنا عشان يرد على السؤال بتاع الصيام عاوز الاول يراجع المفهوم قبل ما يقول لهم ما تكملوا الصوم ده، الصوم ده حاجة حلوة. انما عاوز يقول لهم انتوا عارفين انا علاقتي بيك وايه، انتوا حاسين بيه، انتوا عارفين انا عملت السبعين سنة دي ليه؟ عشان انا بغير عليكم، ما كنتش عاوزكم تبقوا وثنيين وتمشوا ورا الشيطان. انا عامل زي الزوج اللي بحب مراتي ومش عاوزها تبص لحد يعني، فانا بغير عليكم، فكان اقل حاجة انتوا كمان تغيروا عليا وتصلوا وتصوموا وتمسكوا فيا. غرت على صهيون غير عظيمة وبسخط عظيم غرت عليه، يعني بسبب الغيرة انا غضبت. فالغضب الالهي، عشان برضو لما تسمعوا كلمة غضب الله او سخط الله، البعض بيتصور ان ربنا عصبي مثلا، حاشا. او هل يحسب هذا خطأ لله؟ طبعا لا، ربنا لا يخطئ. طب ليه بنستخدم كلمة سخط او غضب؟ هي كلمة تقرب لنا فكرة قد ايه ربنا بيرفض الشر. الغضب البشري ممكن واحد يخرج عن اعصابه ما يتملكش نفسه، هنا دي غلط. لكن الغضب الالهي معناه التعبير عن رفض الله للشر. لكن ده مش معناه ان ربنا عصبي، حاشا، ولا انه بيغلط، هو رد الفعل هنا محسوب تماما. فهنا بيقول بسخط عظيم غرت عليه، هكذا قال الرب، قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم. ده نفس المعنى اللي جه في كذا اصحاح قبل كده، يعني انا راجع لكم، انا الهكم، انا ما بعتكوش، انتوا اللي بعتوني زمان، انا بحبكم بعد كل اللي عملتوه، هترجعوا تشوفوا اورشليم عمرانه قد ايه. فاذا الرسائل كلها مشجعه. فتدعى اورشليم مدينه الحق، بعد ما كانت مدينة الظلم والغش والكذب ودخلها الأوثان، قال لها هترجع أورشليم تاني مدينة الحق. طب انتوا عارفين أورشليم مدينة السلام، فاسمها أور سليم، يعني مدينة السلام أو مدينة البر. وهي ما بقتش كده قبل زكريا، تحولت إلى مدينة شبه وثنية بكل الشر اللي فيه. فأنا بيقول هرجعها مدينة الحق. ليه؟ لأنها تستقبل الله
الحقيقي. بعد 500 سنة هيجي المسيح يقف في أورشليم، والله هو الحق، المسيح هو الحق، قال أنا هو الحق، فتبقى المدينة دي بتاعته. فعشان تستقبل المسيح لازم أورشليم ترجع تاني مدينة نظيفة كده وعقل. تدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. كان كلمة صهيون والجبل المقدس كلها كلمات مترادفة متقاربة لوصف البلد دي بالذات، مدينة الله، أورشليم، الجبل العظيم، صهيون، وهكذا. كل الأسماء دي تدل على أنها مدينة مقدسة. طبعا راحت منها القداسة بتبقى بالوثنية، ربنا هيرجع لها القداسة. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعد الشيوخ والشيخات. تعرفين البلاد الفقيرة قوي ما تلاقيش ناس معمرة، من كتر الفقر والحروب تلاقي ايه كله بيمشي بدري. وجود شيوخ كتير علامة رفاهية. يعني البلاد المتقدمة تلاقي مستوى العمر 70s و80s، ده الرينج المعتاد، ده اكتر فئة موجودة. تنزل للبلاد اللي ايه عاوزة رحمة ربنا تلاقي متوسط العمر 40s 50s. ايه الفرق؟ البلاد اللي فيها استقرار وسلام وطب وصحة وبتاع برضو في شوية يعني مستوى معيشة أفضل، فبيخلي العمر أفضل. ففي لغتهم دايما لما يلاقوا المدينة مليانة شيوخ وصحتهم كويسة، ده يدل على استقرار شديد ورضا ربنا. يقول: هتشوفوا فيها الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاب يده من كثرة الأيام. يعني كلهم معدين 100 سنة، فمعدين 100 سنة ولسه موجودين في السوق، يعني بيتحركوا بيحكوا واعيين، فدي معناه المدينة دي مميزة. وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواق. ده مش معناه أن المدينة كلها شيوخ، لا، يعني كل مظاهر الحيوية والبهجة موجود. تلاقي الناس فوق 100 سنة أعداد غفيرة، وتلاقي أطفال وشباب بأعداد غفيرة. إذن المدينة دي يعني مفيش أحلى من كده. من الناحية الروحية تدل على إيه؟ إشارة للحياة الأبدية. في السماء مفيش حد بيموت ومفيش سن، لدرجة أحد قضايا اللاهوت الغامضة شوية، في تساؤل كان بعض اللاهوتيين زمان يسألوه في القرون الأولى: هو الإنسان هيبقى أقرب لأنهي سن في السماء؟ يعني اللي مشي مثلا 90 سنة هيفضل في السماء 90 سنة؟ طب ما احنا كده يعني دخلها عجوز يعني. طب واللي مشي 12 سنة 10 سنين؟ فبعض اللاهوتيين، بعض أباء الكنيسة يعني، قالوا غالبا هيبقى في متوسط العمر زي المسيح. لكن طبعا الجسد الممجد لا يقارن بالجسد الحالي، فصعب الوصف. يعني جسدنا ده بيدبل وبيعيا وبيجوع وبيعطش وبينام، الحاجات دي مش موجودة في الجسد الممجد. فالسؤال من أساسه، بعض القديسين قالوا لا، ملوش إجابة، لأن ما نقدرش نتخيل طبيعة وجمال الجسد الممجد. بعض الآباء قالوا لا، في الغالب بما أن الشباب هو يعني عز الحيوية، يبقى كل الناس هتبقى شباب في السماء. فهو بيوصف الشيوخ كشباب وبيوصف الأطفال كشباب. هكذا قال رب الجنود: إن يكون ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون عجيبا في عينيه؟ يقول رب الجنود. ساعات الواحد يستبعد اللي بيتقال، عارفين بالظبط زي اليومين دول زمان بقى وقت المسيح لما كان يكلمهم عن القيامة، ما كلام مستبعد. أكتر من مرة المسيح يقول لهم: أنا أسلم إلى يد اليهود والأمم ويصلبوني وموت 3 أيام وأم. تلاقي مرقس مثلا يقول إيه، القديس مرقس يقول: ولم يقدر أحد أن يسأله لكنه ما فهموش الكلام. طب ما هو كلام واضح، هتمسك وتضرب وموت وأقوم، إيه اللي بس هما مش فاهمين، يعني مش مستقبلين يعني إيه تقوم، محدش قادر يتخيلها. لما قام فعلا فضلوا فترة مهنجين، أخطيت في التعبير، يعني برضو مش سهلة في قبولها، لأنها حاجة جديدة، حكاية القيامة من الأموات دي حاجة بعيدة عن العقل خالص.
فده المعنى اللي بيقوله هنا زكريا النبي، بيقول لو ده بعيد عن خيالكم، فكرة ان احنا هنتقابل في السماء كلنا، بعيد عن الخيال، يعني كلنا بعد ما نمشي هنتقابل في السماء، كلنا في يوم من الايام هنشوف المسيح جاي على السحاب وهنقوم من القبر وهنطير على السحاب. ايوه ده اللي قاله المسيح. طب انتم مصدقين؟ تقولين مصدقين بس مش متخيلين، يعني غريبة بعيدة. طب عادي، لكن لو بعيد عن ذهنك او خيالك هي مش بعيد عن ربنا. لو هي مستحيلة بالنسبة لك هي مش مستحيلة بالنسبة لربنا. زي ما موسى خد شعبه وطلع رحلة البحر وقال لهم ربنا هيخلصنا، محدش متخيل خلصنا ازاي، احنا لا معانا جيش والمصريين بيكرهونا واحنا كلنا يخلصوا علينا في ساعتين. فمستبعد قوي اللي بيقوله موسى، انما طلع اللي قاله صح، وهو ليس عجيب في عيني يا رب. معجزات كلها كده، مثلا ابن أرملة اتنين، الست رايحة تدفن ابنها وهي أرملة وده ابنها الوحيد والموضوع مر جدا وصعب جدا، وفجأة المسيح يجي في الوش يوقف، بتوقف موكب موت يا رب، يعني صعبة ما خلي الست بقى تدفن وترتاح. إنما محدش فهم بيعمل كده ليه، لأن محدش طلب أساسا، فالناس كلها مستبعدة تماما إنه يقوم، مش في دماغهم. وبعدين شد الولد وقومه ودفعه إلى أمه، والذي كان عجيبا في عيني الناس لم يكن عجيبا في عيني الله. فهو ده اللي بيقوله هنا، بيقول إن كان ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون عجيبا في عيني يقول رب الجنود. في القرن الأول الناس كانت بصة للمسيحية إنه دي لا يمكن تنجح، دي أفكار مثالية وبتنادي بإله مصلوب، ولا تستخدم لا العلم ولا المال ولا القوة في الانتشار. هتنتشر إزاي قدام ثقافة فرعونية وثقافة يونانية وقوة رومانية وشغلة صعبة جدا؟ فكان المؤرخين الأوائل بيقولوا المسيحيين دول هيخلصوا في كم سنة. تبص على القرن الثاني والقرن الثالث، ما كان عجيبا في عيني الناس لم يكن عجيبا في عيني الله. كل القوة دي انهارت وبقت المسيحية تجري زي النار وتنتشر، وفي القرون الأولى نص العالم بقى مسيحي. ليه؟ لأنه ده شغل ربنا، ولا احتاج لعلم عالي ولا فلوس كتير ولا جيوش ولا كلام زي كده، ده شغل ربنا. أفيكون أيضا عجيبا في عيني يقول رب الجنود، هكذا قال رب الجنود. تلاحظوا شوفوا تكرار هكذا قال رب الجنود، جاية في ستة وجاية في سبعة وجاية في تسعة وهكذا. ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس. ربنا بيقول كلام الناس مش قادرة تتخيله، الناس اتشتتت، الشعب اليهودي اتشتت، أغلبه راح في السبي وفضلت بقية باقية في أورشليم، واللي منهم بقى راح البلد دي والبلد دي وبقوا مشتتين. قال لا أنا هجيبهم من مشرق الشمس المغرب، هرجع ناسي. طب ده رب شبه مستحيل بالنسبة للناس، غير المستطاع عند الناس إيه؟ مستطاع عند الله. وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا. يبقى كل الناس ترجع تاني أورشليم. حصل ده فعليا في السنوات المعاصرة لزكريا، لكن كان الأهم منه الإشارة النبوية أن في العهد الجديد قالها المسيح بشكل أوضح، قال في السماء هيجوا من المشارق ومن المغارب ويتكئون في إيه؟ أحضان إبراهيم إسحاق ويعقوب. فيبقى عندنا ناس مؤمنين بالمسيح من كل بلاد العالم وما يخطرولناش على بال، من كل لسان من كل شعب من كل أمة، كل دول هيقولوا يا رب يسوع، كل دول عارفينه، كل دول مؤمنين باسمه. آتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. ودي ده وعد قديم بيتكرر في أغلب صفحات العهد القديم، ربنا يشد على شعبه ويزعل منه ويأدبه، وبعدين يرجع يقول إيه؟ أنا هعملهم شعب وأنا أكون إلهم وأقعد في وسطهم. وده اتحقق في العهد الجديد ويكمل في السماء. نحن الآن شعب الله، عشان كده نقول له في اللحن شعبك وكنيستك،
بيطلبوا ليك ويطلبوا بيك لأنك واحد مننا، أنت وسطينا، فإحنا بنطلب بيك إلى الآب. يعني أنت بقيت واحد مننا بالتجسد، فأنت كبرنا، أنت المسؤول عننا، أنت رئيس كهنتنا، فنطلب بك إلى الآب قائلين جناين ارحمنا. فأنا يقول آتي بهم يسكنون في وسط أورشليم يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر، لأنهم كانوا شعب يهودي ينتسب إلى يهوى ولكن لم يكونوا بالحق والبر، ما كانوش أبرار، كسروا الناموس، عبدوا أوثان، خلفوا الشريعة، تركوا الحقيقة. لا، هرجعهم شعبي بس بالإيه؟ بالحق، بالحقيقة، يعني ما يعرفوا المسيح الحقيقي، وبالبر يعني بر معرفة المسيح. ليس لنا بر الناموس لكن بر المسيح. فده وعد عن العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد، ان ربنا يجمعنا حواليه ويبقى مسؤول عننا بس من خلال الحق والبر. هكذا قال رب الجنود. بصوا لغاية دلوقتي كام رسالة مشجعة. اول رسالة، انا بغير عليكم، انا بحبكم بعد كل اللي عملتوه، لسه بغير عليكم. تاني رسالة، بكرة تشوفوا العواجيز مع الاطفال بيمرحوا في السوق والدنيا منورة وجميلة قوي. اشارة على يعني مؤقتا على اورشليم اللي عمرت وعلى السماء. تالت رسالة، اذا كان ده مستبعد في نظركم، مفيش حاجة مستبعدة عندي، مش عجيب في عينين ربنا. رابع رسالة، هجيبكم من اخر الدنيا، لو اتوزعتوا شرق ولا غرب هرجعكم وتبقوا شعب واحد وابقى انا وسطيكم. كلها رسائل مشجعة. رسالة الخامسة في نفس الاصحاح، هكذا قال رب الجنود، لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. يعني ايه؟ هو عمال يدي يعني شحنة رجاء وعمال يقول ربنا معانا وربنا بيحبنا وربنا هيرجعنا وهيصلح اورشليم من اللي خربت، والناس هتيجي من الشرق ومن الغرب وهترجع اورشليم غنية وفرحانة. المفروض شدوا حيلكم بقى. فالرسالة ضمنين جاية تقول ايه؟ صلوا بقى، الحكاية بقت سهلة، امسكوا في ربنا بقى. لتتشدد ايديكم، يعني اعمل الحتة اللي عليك بقى. اذا كان ربنا بيعمل كل اللي عليه وعد كل الوعود المشجعة دي، مش ترفع ايدك شوية؟ مش تعمل تفرط ايدك بالخير شوية؟ اعمل بقى اللي يفرح ربنا، ان كان رفع الايد كده او ايه، مد الايد كده. اهم حاجتين يخصوا الايد في الروحيات، تتشدد ايديكم يعني ترفع ايدك في الصلاة او تمد ايدك بالخير، ده اسمه تتشدد ايديك. لان الواحد تبقى ايده مرخية يعني لا بيصلي ولا بيعمل خير، تبقى ايده زي قلتها. انما لما ايده تترفع زي موسى العالم يتغير، ولما ايده تطلع بالخير يبقى شبه المسيح العالم يتغير. فبيقول لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. هذا الكلام من افواه الانبياء الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. يعني ايه؟ مش ده كان اتفاقي معاكم، ربنا بيقول، يوم ما اتعمل الهيكل. فعلا لما نرجع ليوم سليمان ما دشن الهيكل، عمل اتفاق مع ربنا، عمل ديل، اتفاق، يا رب نكون معاك وبنصلي لك ونمشي على كلامك، تاخد بالك من ونبقى احسن بلد ومحصلناش مشاكل اللي بتحصل للدنيا، اللي يجي علينا اوبئة ولا امراض ولا عدو يقدر علينا ولا عيالنا يموتوا صغيرين. حاطط اتفاقات مع ربنا وربنا يقول له حاضر حاضر حاضر، ولو بعدنا عنك قدبنا وخلي الاعداء ياكلونا ونبقى نستاهل الاوبئة والامراض. فكان اتفاق يوم تأسس الهيكل، كان في اتفاق بين ربنا وبين الناس من خلال سليمان، اللي هو مطابق لما قاله موسى من الأول. موسى كان قايل نفس الكلام في التثنية، قايل في حاجة اسمها البركة وفي حاجة اسمها اللعنة، البركة لو مش سمعتوا الكلام، واللعنة لو ما سمعتوش الكلام، والكلام بتفصيلاته. فعادوا موسى كاتفاق، قال له يا رب زي ما قلت لموسى، سليمان عادوا أقصد، يوم تدشين الهيكل أنا بتفق معك تاني، بجدد العهد تاني، احنا دلوقتي شعبك ودي الهيكل ده يشهد بكده، وانت الهيكل ده مكان بتاعك، وحل مجد الرب وهو بيتكلم، وجدد الاتفاق. الاتفاق ده ما مشيش كام سنة،
لأن سليمان نفسه كسر الاتفاق وتزوج وثنيات، وجول من اللي بعد منه ابتدوا ايه يتجاهلوا الوصية. فهنا زكريا بيقول ايه، هو ما فيش جديد، ربنا اتفق معانا زمان وكل شوية يراجع الاتفاق، احنا اللي بنخلف العهد، احنا كبشر اللي بنكسر الكلام، ربنا لا يلام ابدا، لان ربنا متفق معانا تمسكوا فيه يمسك فيكم واخدكم السم، تسيبوا ايدي هفضل اجري وراكم لكن مش هجبركم فممكن تهلكوا. فاذا الاتفاق ساري وهو هو، بس الناس للاسف ما بتتعلمش. فبيقول لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام، هذا الكلام من افواه الانبياء، يعني من قبل زكريا قالوا نفس الكلام، الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، يعني يوم ما اتعمل بيت رب الجنود اللي هو يوم بناء الهيكل كان في اتفاق زي كده، لأنه قبل هذه الأيام، على أيام زكريا بقى، الأيام الحلوة بتاعت زكريا اللي ابتدى الرجاء يبان وابتدى العهد يتجدد، لم تكن للإنسان أجرة، يعني فترة السبي الإنسان بقى بلا قيمة. برضو في عرف البلاد المتقدمة أجرة العامل عالية، برضو بيقسوها بيوزنوها، يقول لك المرتب المتوسط لأي شخص في البلد دي مش عارف كام دولار، ده يدل على رفاهية. المرتب في أفريقيا مثلا، متوسط المرتب في الشهر 2 دولار، فده معناه أن البلاد دي متأخرة جدا، لأن دي ما تكفيش المعيشة الطبيعية، فيبقى ده حاجة اسمها تحت مستوى الفقر. فهنا بيتكلم بنفس الطريقة بس في زمن لغتهم، فبيقول ما كانش للإنسان أجرة، يعني إيه؟ لو ادوله ربع الأجرة يشتغل لأنه هيموت من الجوع، ولا للبهيمة أجرة، البهيمة كانت تتأجر أو لما تتباع تتبخس، لأنه خلاص ما فيش قانون والبلد سايبة والحكاية مهجورة، ولا سلام لمن خرج أو دخل. أورشليم عاشت 70 سنة سداح مداح، يعني أي حد يدخل أي حد يخرب أي حد يسرق، ما هي البلاد اللي ما فيهاش قانون وما فيهاش يعني أمن، ده تقول على قد كده بلدي ضايعة. فأنا بيقول ما كانش في سلام للي يدخل ولا يطلع من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريب، وبقى أي حد يموت أي حد ما حدش يقدر إيه يوقفه. ده كل ده بيشرح فترة 70 سنة المأساوية اللي عاشتها أورشليم قبل الرجوع من السبي وقبل إيه الأمل اللي عمال يرجع على يد زكريا. أما الآن بعد الرجوع من السبي، فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يعني أنتوا شفتوني قبل كده لما بزعل شديد، أنا دلوقتي مش كده، أنا لا أكون أنا لبقية الشعب، مش إن ربنا بيتغير، بما إن الشعب تاب، هو الرجوع من السبي علامة توبة، زي واحد يرجع للكنيسة بعد سنين طويلة دي علامة توبة، واحد يبطل يعيش مع جو الخطية دي علامة توبة، فيقول له بقى هتشوفني بعمل إيه مع التائبين، هتشوف ربنا الحنين الطيب اللي يغرق الواحد بركات اللي مليان تسامح وغفران، هتلاقي نفسك كأنك بتعرفني لأول مرة. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى يقول رب الجنود، بل زرع السلام، يعني هحط في قلبكم سلام. افتكروا القاعدة دي أحبائي، لما الواحد يكون فاقد سلامه يبقى نقص توبة، تاني أقول الجملة دي مهم، لما الواحد يكون فاقد سلامه ده مش لأن الدنيا فيها مشاكل ولا لأن الناس متعبة، طالما أنت فاقد سلامك يبقى نقص توبة، أنت مش بتحب ربنا كفاية، أنت مش بتصلي كفاية، أنت مش بتسمع كلام ربنا كفاية. توب، ركز في اللي ربنا بيقوله، قرب من ربنا أكتر، شوف أخطائك إيه، صلح سكتك، يرجع السلام في قلبك. لكن تفضل تقول أصل الناس متعبة، أصل الفلوس قليلة، أصل المشاكل مش راضية تخلص، صدقني مش هيدي السبب. السلام ده حاجة جوانية مش برانية، فأنت عاوز
يزرع في قلبك السلام ارجع لربنا، لانه الموضوع مش مرتبط بالامور الخارجية، مرتبط اكتر بعلاقتك مع ربنا. فبيقول هتشوفوني حاجة تاني، ازرع السلام، يعني اول بركة للرجوع وللتوبة انه السلام يحل في القلب. تلاحظوا مثلا في قصة المرأة الخاطئة اللي بكت على رجلين المسيح، كانت مشاعرها سخنة وكانت نفسيتها تعبانة طبعا، وبتبكي وبتشيل دموعها بشعر راسها. في آخر القعدة سمعت ايه؟ اذهبي بسلام. سمعان اللي عازم المسيح ما كانتش نفسيته مرتاحة وما دقش السلام، لانه قاعد في اللحظة دي عمال ينقض في المسيح وينقض في الست دي، يعني واقع في إدانة المسيح نفسه. فالمسيح في بيته وهو اللي عامل العزومة لكن ما خدش سلام. ليه؟ لأنه ما تقش، يعني مفروض يعني ما فيش حد يطول يتعزم المسيح في بيته، لكن ما طلعش بحاجة من القعدة لأنه غير تائب. والمسيح اداله المثل المشهور لما قال له كان لمدين مديونان، الواحد 500 والتاني 50. تفتكر لما يتسامحوا مين يحبه أكتر؟ قال له اظن اللي تسامح في الاكتر. قال له طب ما انت شاطر اهو، طب مين فيكم بيحبني اكتر؟ وحطه في مقارنه مع الست، طبعا دي غلطته، لكن طلع الست اشطر منه. ليه؟ لانها بتحب اكتر، لانها عاوزه غفران، لانها تايبه. فهي اللي خدت من المسيح اذهبي بسلام، ايمانك خلصك. هو ما خدش، لا خد سلام ولا خد شهاده من المسيح ولا حاجه. زرع السلام، الكرم يعطي ثمره. أتاري موضوع الكرم ده اللي قاله المسيح في العهد الجديد، المسيح قال أنا الكرمة، وقال لنا أنتوا أخصام في الكرمة، والغصن اللي يثبت يعمل إيه؟ يجيب ثمر، والغصن اللي ما يثبتش هيتقطع مصيره، يتقطع ويترمي في النار لأنه ملوش لازمة زي الخشبة خلاص. فهو بيقول الكرم يعطي ثمره، لما ترجعوا لربنا الحياة تبقى لها قيمة، يطلع ثمر. لما تقرب من ربنا، لما تصلي كويس، لما حياتك تتنقى من الطمع، من الإدانة، من الشهوات، من الكبرياء، من الكراهية، من الحسد، من الحاجات الوحشة دي، لما تبقى ثابت في الكرمة يبتدي الثمر يطلع، تلاقي نفسك بتكسب ناس وتلاقي نفسيتك حلوة، عندك سلام، ده ثمر. تلاقي نفسك فرحان، تلاقي نفسك بتحب الناس كلها، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، دي اسمه ثمر. فهنا بيكلمنا عن بركات الرجوع لله، بركات العودة من السبي. عشان كده في المزمور نقول له أردد يا رب سبينا. احنا هنا في المزمور بنفتكر أيام السبي، فكأن الواحد لما الخطية تسحبه بعيد عن ربنا يبقى زي المزبي، فيقول له أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب. السيول اصلا المطر يرجع كده كانه ايه؟ مشتاق للارض. فيبقى الواحد راجع لربنا بشوق، راجع بسرعه. اردت سبيان، زرع السلام، الكرم يعطي ثمر والارض تعطي غلتها. يبقى الارض البور بتاعت اورشليم اللي خربت 70 سنه تطلع ثمر وتطلع غله، يبقى معناها في خير لان ربنا رضي عن الناس، وفي بركه بسبب التوبه. والسماوات تعطي نداها. بص التأمل الجميل ده، الأرض شغالة كويس والسماء مش مقصر، لأن الأرض ما تعرفش تشتغل من غير السماء. أكتر واحد يحس أنه محتاج شغل السماء الفلاح، لأنه مهما اجتهد لو السماء خالد به ما نزلتش مطر أو الشمس ما طلعتش كل تعبه يروح. فهو عايش على تواصل مع السماء. السماء بالنسبة له حاجتين مهمين قوي، ساعة شمس، والشمس مهمة قوي للزرع، وساعة مطر برضو مهمة قوي للزرع أو الندم حتى لو مطر قليل. فهنا اعمل دورك، السماء تعمل دورها. صلي كويس، ربنا يصلح كل حاجة. حب الناس، ربنا يصلح لك المشاكل اللي غرقت فيها. ارجع عن الخطية تلاقي الدنيا نورت. فالأرض تعطي غلتها والسماوات تعطي نداها، من الندى يعني. وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. هنا تيجي كلمة بقية. كلمة بقية في الأنبياء 17 نبي، إشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وال
13 الصغيرين. كلمة بقية دي شغلت الآباء، أولا بتتكرر كتير قوي. في الأول فهموها على ما بقى من اليهود بعد السبي، وبعدين فوجئوا بعد السبي بسنين رجعوا تاني اليهود للوثني، فبقى تفسير البقية على أن دول الناس العاقلين اللي بقوا من اليهود بيخافوا ربنا وفاكرين عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش راكب التفسير ده. أتاري البقية أغلب أباء الكنيسة قالوا لا، ده في آخر الأيام خالص هيبقى في بقية من اليهود هيعرفوا المسيح. يعني إيه؟ اليهود لغاية النهاردة لا يؤمنوا بالمسيح بتاعنا، طب ده كتبهم كلها بتتكلم عن المسيح بشكل صريح، يعني المفروض هم أكتر ناس لما يذكروا الكتب بتاعتهم يروحوا للمسيح من غير حتى شرح، لأن كل الأنبياء بتشاور على المسيح. إنما لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، منهم بقية يستنيروا في آخر الأيام. عشان كده شرح بولس بقى البقية دي في روميا، لأن كلمة بقية تلاقوها عشرات المرات في الأنبياء، 17 كتاب بتوع الأنبياء كلمة البقية تتكرر بإلحاح، لأن الروح القدس بيقول على آخر الأيام في بقايا من اليهود هينور، هيكملوا اللي ابتدى إبراهيم زمان، أول واحد أو جد اليهود كله، لأن إبراهيم أبو يعقوب أو جد يعقوب، يعقوب هو إسرائيل وهكذا. وملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم، يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخف. يعني هم نفسهم من كتر الشر بقوا لعنة، منين ما يروحوا المكان اللي يروحوا يعني يخرب، عارفين واحد شرارة واحد ايه كده ايه دخلته وحشة يعني، فهم من كتر شرهم بقوا يروحوا في اي حتة يجيبوا نكت كده. العكس لما يكون شخص ماسك في ربنا دخلته دايما فيها بركة لانه بتاع ربنا، ودي ابتدت في ابونا ابراهيم قال له اجعلك بركة تكون مبارك مباركا، ابارك مباركيك لعنك العنه، وتبقى انت ذاتك كده من اما تروح تبقى بركة. فدي تنطبق على كل ابراهيم، كل شخص بيحب ربنا وماسك في ربنا هو نفسه يبقى بركة، فقال لهم زي ما كنت لعنة في كل حتة خليكوا بركة فتكونون بركة فلا تخاف. لا تخافوا بتتكرر ليه؟ لأن هم من كتر التأديب والسبي والبهدلة خلاص مش مصدقين إن ممكن الحال يتعدل تاني. لا يتعدل، مفيش حاجة عجيب في عينين ربنا، المستبعد في عينين البشر مش مستبعد عند ربنا. لتتشدد أيديكم، بيكررها تاني، يعني ايه؟ يلا شدوا حيلكم، اعملوا اللي عليكم، وفكركم تاني شد ايديك يعني ايه؟ يعني صلي كويس واخدم كويس، اعمل دول والباقي كله على ربنا. لتتشدد ايديكم، لانه هكذا قال رب الجنود، كما اني فكرت في ان اسيء اليكم حين اغضبني اباءكم قال رب الجنود ولم اندم. طبعا ربنا ما عندوش الندم البشري، اصل الندم البشري معناه انا ما حسبتهاش صح فندمت، ربنا ما عندوش حاجه اسمها حسابات غلط. فحتى لو استخدمت كلمه ندم لله هي مقصود بيها انه قال قرار مختلف عن القرار اللي قبله، ده رد فعل اللي بيعملوه، مش كأن ربنا كان حاسب الامور غلط. اقولها تاني معلش، لان بتتمسك علينا مع الجماعة اللي بيشككوا في الكتاب، يمسكوا الالفاظ دي يقول لك بس اهو شوف ربنا بيندم يبقى ده مش ربنا. لا، لما ربنا عشان يقرب المعنى بيستخدم الفاظنا البشرية. انا وانتم لما نندم معناه ايه؟ يا ريتني لاني قررت قرار غلط فندمت عليه. ربنا ما عندوش يا ريتني، لان ربنا كل قراراته صح. لكن لما يبقى ربنا ماشي في اتجاه واعد شعبه انه يحفظه، بعدين الشعب يعصي ربنا ويكسر كل العهود مع ربنا، يقول ندم ربنا عن الخير اللي كان بيعمله. هنا ده اسلوب بشري في الشرح، لكن مش معناه ان ربنا رجع في كلامه بطريقة كأنه ندمان بالحرف عن اللي عمله، لا، هو كان ماشي معهم طول ما كانوا ماشيين معه، رفع ايده وسابهم
لأنهم سبوا. فتستخدم كلمة ندم هنا في تغيير المسار، لكن هي ما هياش بالحرف، كأن ربنا بيتغير. لتتشدد أيديكم هكذا قال رب الجنود، كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم قال رب الجنود ولم أندم. يعني أنا ما رجعتش في كلامي لما شدت عليهم. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخف. عشان كده احنا نقول له رب ارجع، ارجع لنا، احنا راجعين لك وطالبينك ترجع لنا. أول كلام قاله زكريا ربنا، أول رسالة قالها في زكريا واحد، ارجعوا إلي أرجع إليكم. هي نفس الرسالة بنفس معناها بيتكرر، ارجعوا لي أرجع لكم. ترجع تصلي حلو تلاقي حياتك بقت حلو، ترجع تحب كل الناس تلاقي البركة تجري وراك. فهي الموضوع بسيط، مفهوش يعني كلام متغير. لا تخافوا أنا أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، الوصية دي مهم. ساعات يا أحبائي بنكلم بعضينا كلام فارغ، نقعد نحكي في أمور الدنيا كتير، وده وقته، ده الواحد قاعد يومين وهيمشي. مش تقول الحقيقة للي حواليك، مش تنبههم ان في حياة أبدية، مش تشاور لهم على المسيح، مش تزقهم على حياة مقدسة، خليهم يلحقوا يتوبوا قبل ما يمشوا. يكلم كل إنسان قريبه بالحق. احنا ساعات نجامل على حساب الحق، نبقى شايفين الناس ماشية غلط ونقعد نجامل ونبتسم ونمدح. بتمدح ايه؟ بتمدح ناس بتجري ورا الفلوس وخلاص، بتمدح ناس بتلبس لبس غير لائق وتجيب الكلام لربنا، نمدح بعض على ايه؟ لازم نقول كلمة حق، وكلمة حق مع حكمة، مش مقصود بيها يعني بدون حكمة نتكلم، لا نتكلم بحكمة وبأدب وبتواضع، بس لازم نقول كلمة الحق. لأن اللي أنت شايفه قدام عينك النهاردة بكرة ممكن ما يكونش موجود. ضميرك هيسامحك لو هلك مش كان قدام عينك، مش يمكن لو كنت قلت له كلمة حق كان رجع لربنا. عشان كده في حزقيال يقول له يا ابن آدم لو في واحد شايفه بيغلط وما أنظرتوش هطلب دمه منك، إنما لو أنظرته وفضل في عنده هطلب دمه من يده، دمه على راسه، يبقى هو اللي عنيد. لكن أنت عارف الحق وسايبه ماشي غلط، طب ما تقول كلمة حق. وكلمة الحق تحتاج طبعا إلى حكمة، رابح النفوس حكيم. بس للأسف كتير من المسيحيين أصبحوا بيكلموا لغة الدنيا، ما بيقولوش كلام ربنا، يكسفوا يقولوا كلام ربنا، يكسفوا يقولوا أن ده غلط وده صح، يجاروا. المجاراة الزيادة دي أحبائي تنازل، كأنه إيه؟ إرضاء للناس وتخلي عن رضا الله. قديس بولس يقولها بمنتهى الصراحة كده، لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. يعني اللي هيرضي الناس ما يستاهلش يبقى عبد للمسيح. هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق. خليك حقاني، أنت عارف ربنا بيحب إيه وما بيحبش، يبقى الحق يمين والشر شمال، ده صح وده غلط، ما تغلطش، اقضوا بالحق. وقضاء السلام في أبوابكم، يعني إيه؟ يعني القضاء يحكمه في الفكر الروحي بتاع ربنا. السلام يعني أنت صانع السلام، أنت لا تقضي من أجل تقوم حرب، أنت بتقضي. يعني لو دخلوك في قضية هتنصف موقف أو هيدخلوك تقول رأيك في حاجة، لازم يبقى غرضك السلام. توبة لصانع السلام، قضاء السلام في أبوابكم. يعني ولاد ربنا يبقوا دايما مشغولين يصنعوا سلام، يصلحوا الناس على بعض، يهدوا النفوس، يحافظوا على البيوت، يقربوا الناس من ربنا، يقولوا كلمة كويسة. قضاء السلام في أبوابكم ولا يفكرن سوء على قريبه في قلوبكم. يبقى واضح ان حتى من العهد القديم ربنا مش بس كان مركز على الأفعال الخارجية، كان أيضا بيشاور على إيه؟
أفكار القلب. لأن في ناس بتقول العهد القديم ربنا مركز على القتل والزنا والحاجات الوحشة، بيقول بلاش. هو ربنا هو ربنا وبيكره الشر بدرجاته، الدرجة العظمى هي الأفعال الخارجية، بس في درجات قبل كده اللي هي أفكار القلب اللي قال عنها المسيح من القلب تخرج الأفكار الشريرة. فأي فعل جريمة، أي شر شديد، هو بدأ بفكرة. فربنا هو بيقول في زكريا لا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم. يعني امسك الخطية وهي جوه، الحق الفكرة الوحشة من بابها كده صدها. انت هتستنى لما تطلع شتيمة ولا تطلع خناقة ولا تطلع زنا؟ لا، ده من جوه تلحقها، ما تسيبش الشر جوه القلب. ولا تحب يمين الزور، هو بيراجع كل الوصايا اللي يعرفوها، ما تشهتوش شهادة زور، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. يبقى ربنا بيراجع معهم ما معنى الرجوع إليه. لألا واحد يقول له يعني نرجع لك نعمل إيه؟ يقول له ترجع لي حبيبي يعني تاخد بالك من إيه؟ تقول كلمة حق وتعمل سلام مع الناس، وما تركنش مشاعر وحشة تجاه إنسان مهما كان، وما تحبش الكذب وشهادة الزور، وتقضي بالحق. خلاص، هو ده اللي أنا عاوزه. هذه جميعها أكرهها يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائل. إلى هذا الوقت لسه الإجابة بتاعت الصيام معلقة. لو أنتم ملاحظين أظن أبونا شرح لكم دي، سؤال الصيام بدأ في أول إصحاح 7 وبيخلص في آخر إصحاح 8، بعد ما ربنا شرح ما وراء الصيام. وعلى فكرة دي حكمة نتعلمها من ربنا، أنه لما يجي سؤال في التطبيق أو في ممارسة في الإجابة ما ندخلش في الإجابة على طول، نقول إحنا ليه أساسا بنصلي، ليه أساسا بنصوم، ليه عاملين الطقس ده. نشرح الأول العلاقة، وفي الآخر لو الناس فهمتها هيطلع الإجابة سهلة أوي. لكن لو إحنا مش فاهمين الخلفيات أو أساس العلاقة إيه، هتبقى إجابات كأنها كده أمور حرفية بلا طعم. وفي ناس كتيرة للأسف بتعمل طقوس والتزامات وهي مش فاهمة الروح اللي وراها، مش مستوعبة المعنى. فأنا تلاحظوا ربنا قال أنتوا عارفين علاقتي بيكوا إيه، أنا بحبكوا، شفتوا الشر عمل فيكوا إيه، شفتوا التوبة بتعمل حاجات حلوة إزاي. طب أنا بقول لكم ما تخافوش، ارجعوا لي، شدوا حيلكم. بعد ما اتكلم كلام روحي ووضح أساس العلاقة بين الله وشعبه، رجع يجاوب على السؤال المعلق بتاع الصيام. فبيقول إيه، هكذا قال رب الجنود إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، طلع عندهم 4 شهور صيام عشان برضو محدش أحسن من حد، إنما هم كانوا في شهرين انضافوا من وقت السبت. يعني حسب الشريعة اليهودية كانت تقريبا إجمال الصيامات حوالي شهرين، مع بداية السبي والمرار ده انضاف شهرين تاني تذلل أمام الله عشان ربنا يرجعهم من السبي. قال لهم بصوا بقى، الصيامات كلها، شوفوا المعنى، يكون لبيت يهوذا ابتهاجا. لغى الصيام ولا ما لغاهوش؟ ما لغاهوش، إنما غير طعمه. يبقى صومك بهجة، صومك مفرح، لأنك أنت مش يعني مش واقف عند نوع الأكل، مش
ينقلنا لفرح روحي. وعلى فكرة اللي منكم بيصوموا صيامات بجد مظبوطة، يزودوا الصلاة، يزودوا قداسات، يزودوا وقت الإنجيل، تلاحظوا أن نفسياتنا في فترات الصوم أحسن من فترات الفطر. ده لو صايمين صح. صايمين صح يعني إيه؟ يعني التركيز في ربنا أكتر، لأن اللي بيجيب البهجة مش نوع الأكل. نوع الأكل ما يخليكش سعيد ولا مش سعيد، لا، دي لذات. إنما الفرح في معناه الحقيقي والبهجة دي مش مرتبطة خالص لا بكمية الأكل ولا بنوعه، دي مرتبطة بربنا نفسه. لو مركز في كلامه ومع ربنا هتلاقي طبيعي فترة الصوم دي ممتعة جدا، وهتلاقي إنه يا ريت نصوم على طول، وهي دي السما بقى، نصوم على طول، لكن هنبقى فرحانين جدا. يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة فأحب الحق والسلام. يبقى هنا ما دخلش زكريا النبي بالوحي الإلهي صوموا ولا ما تصوموش، لا، هو ركز على إيه؟ صوموا صح، احبوا ربنا، ارجعوا لربنا، عيشوا صح. بعد كده تطبيق الصيام، الكنيسة لما دخلت في العهد الجديد غيرت في شكل الصيامات القديمة، لكن غيرت في اتجاه روحي، بمعنى بقينا نصوم مثلا الصوم الكبير عشان نتوب ونمسك في ربنا، صوم الميلاد مستنين نروح السماء، صوم العذراء عشان بنبص لأمنا نتعلم منها، صوم الرسل عشان عاوزين العالم كله يعرف المسيح. الصيامات أصبحت مبهجة وموضوعها روحي ومش مركزين في الأكل، ده المهم. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. يعني إيه؟ هيجي اليوم اللي العالم كله يجري ورا ربنا، والعالم كله يقول يا ريت تعلمونا نصوم زيكم. وعايز أحكي لكم حكاية من الكرازة في أحد البلاد في الصين، لما مجموعة ناس قبلوا الإيمان وتعمدوا، فقالوا لهم إيه؟ الصيام الكبير أقل حاجة 3 ضهر. فالشباب القبطي اللي هناك بيخنصر، فيجي على الساعة 1 ياكل حاجة، فالناس مش فاهمين، قالوا أنتوا مش قلتوا 3؟ هم بقى إيه 3؟ يعني 3، ما عندهمش تفاهم. نقول 5 يبقى 5، نقول هنصلي كذا يبقى هنصلي كذا، مظبوط. فالحقيقة بقوا ولادنا هم اللي كسفنا، لأن الناس جاية من شعوب أخرى، لكن حبا في المسيح فرحانين جدا بالالتزامات ومتحمسين ليها ومركزين في الالتزام الروحي أكتر من اللي عاش في النعمة للأسف من الأول. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية واحدة: لتتشدد أيديكم، عشان جت تقريبا 3 مرات، يلا قولوا معايا: لتتشدد أيديكم. كمان مرة: لتتشدد أيديكم. تفضلوا الصلاة. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا قوة المجد. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.